قبل أن أدخل إلى البيت لابد من الاستئذان، لابد أن أستأذن قبل أن أدخل على بيتي، حتى على بيتي أنا. نعم. من بيل كنيم توتي. من بيل كنيم توتي. رهود دا تهر باك نيوم نه. كي كنيوم ترو تنمين. كي سوم أهن يان تي منسان. أدق الباب. كي كنيوم كوت فيه. ثلاث مرات. بيضا. إن أذن لي في الدخول وإلا رجعت. رسن بأ أهن يان كي كنيوم تول بمن تي كي ترو. قبل أن يدخل على بيتي يدق الباب أو يقول السلام عليكم أدخل من كنيم تول تيخ كنيم كوت فيه ريكا كنيم أو سلام تا كنيم أتول بان تي الآن أنت قبل أن تدخل على بيتك لابد تدق الباب أو تسلم تقول السلام عليكم جندا نتن أخني من تول تيخ كوت كوت فيه ريكا أو سلام السلام عليكم تا كنيم تاريخ أتول بان تي إذن البيت له حرمة كل بيت له حرمة. دوشنا هين ترو دنكا تيه نمو نمو تيه بمين بمرام ربطي. نستأذن قبل الدخول قبل فتح الباب. يين ترو تسوم كأن نيا من بيل دا يين باك فيه. من بيل دا يين جول. نعم. لأن هذا من آداب الإسلام. يكروه نيه تيجي صلاة ربط الإسلام. عندما أدخل إلى البيت أنا جئت إلى بيت صديقي ماذا أصنع؟ لابد أن أستأذن قبل الدخول. قال وعليكم السلام تفضل. وعليكم السلام سوم الجين. عندما أدخل إلى البيت لا أنظر في الأبواب المفتوحة، الأصل أن أجلس عكس الباب يعني حتى لا انظر الى البيت. نعم. لو بيدا بان جو تو داخل ក្នុង تيه គឺ យើង មិន អាច មើល ទៅ ខាង នេះ ឬ ខាង នោះ ឬ មើល ទៅ រក ទ្វារ ចំហ បាន តែ បាន ទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ យើង ត្រូវ អង្គុយ ដោយ ងាក ចេញ ពី ទ្វារ ហ្នឹង. នោះ